جامعة MSA عاملة شراكة مع الجامعات البريطانية بقالنا 15 عام، والشراكة ديت مستمرة بأنها إن في تعاون بيسمى فاليديشن، اللي هو الطالب بيبقى متسجل عندنا في الجامعة وفي نفس الوقت متسجل في الجامعة الأجنبية، بحيث إن هو الجامعة الأجنبية بتديله شهادة من عندها كما لو كان الطالب درس السنوات الدراسية كلها عندها، وبناخد شهادة من عندنا كما لو كان درس السنوات الدراسية كلها عندنا. فبموجب التعاون ده بيننا وبينهم بيبقى فيه بالإضافة عملية اللي هو تأكيد الجودة التعليمية زي على أساس إنها تكون في نفس المستوى اللي هو عندهم، والخريج يبقى زي اللي عندهم المستوى اللي هو موجود في الجامعة المناظرة. وبعدين بيأكدوا الجودة في كل العملية التعليمية، عملية تدريسية وعملية الامتحانات وعملية التصحيح وعملية مناقشة الطلبة وكل شيء، إن هم يتأكدوا إن هو بيقيموه أو بيعلموه زي المستوى اللي هناك. مهم جدا عشان العملية تتنفذ لازم يكون الأستاذ نفسه اللي بيدرس يكون في نفس المستوى اللي هناك أو أحسن منه، عشان تحصل على نفس الجودة التعليمية اللي احنا عاوزينها تبقى عالمية. فالمؤتمر ده بيعكس على أساس إن احنا نتيجة للتعاون بيننا وبين بعض، ففي اتفاق إن احنا سنويا بيبقى في مثلا حوالي 20 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إن هم بيدرسوا شهادة في بريطانيا اللي هي بيسموها البوست جرادويت سيرتيفيكيت ان هاير ادوكيشن. دي عبارة عن شهادة عليا في العملية التعليمية، مفيش حد يقدر يدرس في الجامعات البريطانية إلا لازم يقعد سنة يدرس الشهادة دي. أنا هقول لحضرتك الحقيقة، إحنا من أول ما كنا جامعة كنا حريصين، أولا إحنا بقينا جامعة عشان إحنا في الشهادة البريطانية الجي سي اس اي كنا الأوائل على العالم في الإيليفل، إيليفل يعادل أولى جامعة. هنا أنا تابني الحماس الشديد إن أعمل جامعة وأطلع لأحسن حد على مستوى العالم، وده كان حقيقة دافع نفسي شديد جدا، خلانا من أول يوم كمان بنناضل لإنجلترا بالذات. إنجلترا علشان عندهم الكواليتي أشورنس من أصعب ما يمكن، مفيش أي ورقة هتخرج من التعليم معتمدة إلا لو كان الكواليتي أشورنس متأكد إن إحنا نستحق ده، فكانت العملية غير سهلة. ولكن الحمد لله الباك جراوند بتاعنا في النجاح على مستوى العالم فكان له قيمة وشكل كبير جدا. فمن أول ما ابتدينا وإحنا بنشتغل على ده، لما بنقول 15 سنة بندي الشهادة البريطانية بكالوريوس من بريطانيا بكالوريوس من مصر، ده كان يسبقه 4-5 سنين. فالموضوع مهم جدا إن إحنا نوصل في الآخر إن دي شهادة في أي دولة في العالم بتقبلها على طول على طول. فبالتالي خدنا أحسن ما عندهم واحتفظنا بأحسن ما عندنا ووصلنا اللي احنا وصلنا له ده. احنا دلوقتي الحمد لله الحمد لله احنا بقالنا في البي جي سارت اللي هو يعتبر ماجستير في الماجستير في التدريس، حتى البرة لو حتى واخد بي اتش دي لو واخد دكتوراه لازم تاخد ده، عشان ازاي تقدر توصل للطلبة بكل الطرق المؤثرة الإيجابية اللي تجعله متحمس وله دور في كل النواحي النفسية والعلمية، وإنماء كامل للعلم والعقل.